كافري نابولي. انا كنت مفكره بقى ان اكبر حاجه بيعملها سباح في الدنيا هي المونش، لكن لا، واضح ان كافري نابولي دي حاجه برضو مش سهله خالص. هما الاثنين تقريبا صعبين، بس هي دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. أوكي. ايه الفرق ما بينهم يعني؟ المونش هي مجرد محاوله عبور، ما فيش. انت حاولت تعبر مونش قبل كده؟ الحمد لله عبرت المونش في شهر 9 اللي فات، في زمن 14 ساعه تحديدا، 13 ساعه و59 دقيقه، مسافه 65 كيلو، كان تحت قياده كابتن خالد شلبي المدرب بتاعي، وكابتن خالد كان عبر المونش بدراع واحد سنه 83. ما شاء الله. فده المونش اللي هو مجرد محاوله الوصول من انجلترا لفرنسا. كابري نابولي هو سبق سباحه طويله، اقوى سبق سباحه طويله في العالم. مصر ما شاركتش فيه تقريبا من 48 سنه. يعني انا اول سباح بعد 48 سنه الحمد لله شارك في السباق ده. سباق مش سباح عادي، انت سباح جايب مركز تاني. السباق ده تقريبا السباق يعني مين اللي كان بينافس معاك؟ ايه؟ مين اللي كان بينافس معاك؟ دول كتير، دول كتير كانت موجوده. يعني الاول كان مين؟ الثاني كان مين؟ الرابع يعني الاول برضه احنا ابننا فاز، ويعني اخونا الصغير بقى بطل والناس كلها بتفخر بيه واسمك بقى يردد. عاوزين نعرف كنت بتنافس مين؟ يعني مين اللي كان في الصداره اللي انت كنت بتنافسهم؟ ومين اللي انت كنت هايبهم وانت داخل؟ الايطاليين بصراحه، الايطاليين عشان هم يعني بيتمرنوا اصلا في أرضهم. البحر ده ارضهم نعم. بيتمرنوا فيه يعني، فحافظين كل حته في المكان، علشان الموضوع برضو على قد ما هو مسافه لا، بس في خطط، في المكان معين امشي منه عشان ايه؟ اعمل اقصر طريق بسرعه. المكان، وقت الطيار، الكلام ده كله، كل ده ورق يعني بيتجهز له. كابتن خالد يعني مثلا بيبقى عامل خطه يعني تقريبا، وبنلعب على الخطه دي 6 شهور تدريب هناك. تدريب لا، انا بتكلم على التدريب عامه. كنت اتمرن في مدينه الغردقه مع كابتن خالد شلبي. الايطاليين دي ارضهم، فبيبقوا عارفين كل حته فيها، وتقريبا عشان هو حياتهم كلها بيتمرنوا هناك. يعني الاول مثلا كان شارك في الايفنت ده 5 مرات قبل المره دي، الاول ايطالي الجنسيه. ما ده لازم خلاص يعني، باللي انت قلته ده مش محتاج بديهي. والتاني سويدي، ما بيني وما بينه يعني ثانيه تقريبا. فكره المسافه ما بين العبور ما بين كابري لنابولي، انت اللي بتقول انك الايطاليين بيبقوا متعودين لان هو ده ارض التدريب بالزبط. بالنسبه لهم، انت وصلت قبلها بقد ايه عشان تقدر تجرب، ولا دي كانت اول مره تعمل حاجه زي كده؟ انا لا، اول مره اللي انا اجرب، انا نزلت، انا طبعا اول مره اجرب كان يوم السباق. معقوله؟ يوم السباق فعلا؟ كنت اتمرنت فعلا قبلها بيوم، بس قبلها بيومين بالظبط كابتن خالد مرني في شط كده يعني قريب من مكان الاقامه اللي انا قاعد فيه، بس مش هو ده المكان اللي احنا هنعوم منه. يعني كانت تمرينه كده صغيره، بحيث ان انا ايه، ما ينفعش ان اتمرن تمرينه جامده قبل البطوله بيوم طبعا. او بيومين طبعا. فتقريبا كانت الصدمه الاولانيه هي وقت البطوله على طول. بيبقى معاكم جايد بقى او مراكب بتقول لكم اتجهوا يمين اتجهوا شمال عشان توجهكم وتحركوا؟ كل سباح معاه المركب، وكل دوله تحديدا معاها المركب بتاعها والجايد بتاعها. بيبقى المركب عليها الاوبسرفر اللي هو الحكم، والبايلوت اللي هو قائد المركب، والكابتن خالد شلبي. بيبقى دول اللي بيبقوا موجودين. طبعا كابتن خالد شلبي بيبقى جنبي تقريبا، هو العشر ساعات بيبقى واقف بيديني التعليمات اللي انا، احنا دلوقتي هنعمل كذا، احنا دلوقتي يديني الاكل. طبعا باكل في الميه، فيديني الاكل او الميه، وهو كمان كابتن خالد يعني مش انا اللي بطلب، بقول له انا عايز، هو بيبقى حاسب كل وقت، احنا الساعه كذا ده ميعاد كذا، بتبقى كل حاجه محسوبه بوقت، كل حاجه بثواني، اللي لازم اكل دلوقتي، لازم اشرب دلوقتي. ده بناء على حاجات كابتن خالد دراسات كبيره يعني عاملها في الموضوع ده الحمد لله. وبناء عن سابق تجربه كابتن خالد بالظبط. طبعا كابتن خالد يعني اسطوره السباحه في مصر، يعني السباحه الطويله، يعني ايام الجيل بتاع زمان اللي احنا كنا نسمع عنه في طاوله تماسيح النيل، كابتن خالد شلبي وكابتن عبد اللطيف ابو هيف، يعني الناس دي يعني اتعلمنا منهم حاجات كتير. عارف انا عاجبني احمد ياوي في كلامك، فكره انكار الذات. يعني انت بطل وبطل حقيقي وعملت حاجه تعتبر اسطوريه، لكن ما بتقولش انا اللي عملت، بتقول لا. كابتن خالد، الامتنان للمدرب بتاعك. احنا الحمد لله، اصلا احنا بنتكلم يعني ناس كتير يعني كانوا معانا، كابتن خالد شلبي كان واقف في ظهري طبعا في كل حاجه، سواء يعني امور نفسيا، ساعات كان بيحصل لي مشاكل نفسيا كابتن خالد كان بيخليني اتخطاها، سواء تدريب،
سواء اللي هو المعسكرات التدريبيه، سواء التغذيه، سواء الكلام. عمل جماعي. ايه؟ انت احنا بنتكلم في عمل جماعي. عمل يعني جماعي. قد ينظر البعض لفكره السباحه اللي هي لعبه فرديه. لا هي انت هنا بتتكلم هو في تيم. جماعي. والدي ووالدتي برضو بيتحملوا جزء كبير جدا. ففي حاجات هي انا تقريبا انا السباح اللي هو اللي انا بعوم، بس بيبقى في ورايا يعني التيم اللي وراك هو اللي بيعمل منظمه كامله، اهمها كابتن خالد. وقال حاجه بمنتهى الاستهتار كده، قال لك انا سباح انا بعوم. يعني انا ما بعملش حاجه غير انا بعوم، الناس بقى ايه هي اللي بتعمل كل حاجه. بالظبط. هو انت بتعمل 90% من المنظومه دي كلها يا احمد؟ الحمد لله. بس يعني هم التعب الاساسي في تضحيات كتير قوي حصلت، يعني في كواليس كده جامده حصلت في التضحيات، يعني هم يعني يستحقوا. عاوزين بقى الكواليس دي، عاوزين التضحيات، عاوزين العقبات اللي واجهتك. في عقبات كتير واجهتنا. اولا يعني كنا جو ايطاليا، احنا طبعا عارفين ليه ممكن تبقى الجو ساقع شويه غير مصر هنا. درجه الحراره يعني احنا كنا عاملين حسابنا ان احنا هنتمرن على درجه حراره 25، درجه الحراره اليوم ده وصلت ل 31، فطبعا اكسجين قليل وشمس طبعا عاليه جدا. فتقريبا كنا بنحس، كنت انا ساعات بحس ان انا عم افقد نفسي. كان الموضوع صعب جدا بالنسبه للشمس والجو الحر ودرجه الميه نفسها سخنه، فدي طبعا من اصعب من الصعوبات. بتاثر على وظائفك الحيويه. دي اول حاجه. تاني حاجه الطيارات، طيارات الميه طبعا متغيره. في وقت احنا بنعوم في مكاننا تقريبا، يعني في ممكن ساعتين كده في كابري نابولي انا عايمه في مكاني عايز بس اتخطى الطيارات. احنا شايفينه على الشاشه ده. بالظبط. فكان الموضوع يعني دي المواضيع اللي هي في الميه. في بقى حاجات كتير قوي يعني بتبقى نفسيا والكلام ده، يعني برضو كابتن خالد بيحاول ان انا ازاي امر بيها اللي انا اعالجها. في حاجات طبعا لما انا بحس بوجع او تعب في الميه، يعني كابتن خالد دايما بيقول لي كلمه واحده، انت دكتور نفسك في الميه. يعني انا اللي بعالج نفسي في الميه، انا دكتور نفسي، انا لازم اتحمل. لو قدر الله مثلا جنبي وجعني لازم انا اتصرف اعمل ايه كده. كل دي حاجات احنا بنتدرب عليها، يعني تقريبا قعدنا 6 شهور او اكتر بنتدرب على الحاجات دي. انت كان عندك معسكر تدريبي مغلق مع كابتن خالد شلبي لمده 6 شهور قبل البطوله. بالظبط. ده كان ايه بقى؟ تغذيه نفسيه، تدريب طبي طبعا بجانب التدريب السباحه، ولا كنت بتعمل ايه؟ كل حاجه، تغذيه، نوم، النوم بميعاد، اكل ميعاد، تمارين، كلها كل حاجه بتبقى محسوبه بالثانيه. نبقى يعني حتى اختيار وقت التمرين بنختاره على وقت البطوله. يعني انا مثلا هبدا البطوله الساعه 9، فتمريني مثلا لازم يبقى الساعه 9 او الساعه 10، اللي هو في جو يبقى تبقى الدنيا حر فيها شويه. بحيث ان انا ايه ابقى نازل في جو البطوله. مثلا وقت المانش كنت انا بدات الستارت الساعه 12 بالليل في البحر، فكنت لازم اتمرن بالليل في البحر، انزل البحر بالليل واتمرن فيه. بتعمل محاكاه للظروف. بالظبط. طيب معسكر تدريبي مغلق، مغلق ده يعني ايه؟ يعني انت ما بتروحش بقى لا جامعه ولا شغل ولا اي حاجه؟ ما بتعملش اي حاجه؟ بروح جامعه بس انا يعني انا بروح جامعه وبظبط، بس انا بظبط مثلا يعني مع الوقت الاكبر، مع الوقت هنا والوقت هنا بس. بيبقى تقريبا انا بقعد اسبوع، كنت بقعد اسبوعين تقريبا في الغردقه مقفول عليا، حتى التليفون ما بيمسكوش قد كده، يعني بحس ان انا ببقى مركز على التمرين. وانزل في امتحان، في امتحان مثلا عندي، كان عندي عشان كنت اخر ترم في كليه هندسه فمشروع تخرج، فكنت بروح على الحاجات المهمه. قسم ايه؟ قسم مدني. مدني. والدكاتره برضو كانوا يعني الحمد لله مراعيين اللي انا يعني رايح يعني اللي عندي مشن وكده، فكانوا يعني مراعيين الحته دي معايا. طب يعني نقدر نقول ان انت اول سباح وظفت الهندسه في السباحه؟ الحمد لله. طيب البدايات كانت من وانت عمرك كام سنه؟ انا بدات سباحه، يعني بدات اتعلم سباحه وحبيت المايه من وانا 3 سنين او 4 سنين. بابا بدا يدخلني في السباحه وانا من صغري حابب ان انا انزل المايه. اوكي. لغايه ما كملت الحمد لله، يعني لغايه ما وصلت كابري نابولي. بس ابتديت بشكل احترافي من امتى؟ بدات اشارك يعني تقريبا من وانا عندي 10 سنين. بدات اخش الحاجات المهرجات الصغيره واحده واحده الحمد لله. أحمد، يمكن على مدار السنين اللي فاتت وبالتجربة أثبتت إن أي حاجة عاوزين نغيرها لابد من وجود فكر الشباب فيها. شايف إيه اللي محتاجاه المنظومة الرياضية في الألعاب الفردية وتحديدا في السباحة علشان نتطور أكبر ونجيب ميداليات ونجيب أرقام عالمية أكبر قياسية؟ كرياضة أول حاجة إحنا الألعاب الفردية عامة محتاجة
دعم اللي هو يعني الرعاة بالظبط، اللي هو يبقى مركز، اللي هو السباح ما يبقاش شايل هم تكلفة ومصاريف والكلام ده. يعني انا طلع السكابري نابولي على حسابي الشخصي لوالدي وكابتن خالد، ما كانش معايا اي سبونسر. فطبعا سعينا اللي احنا يبقى في رعاة بس ما فيش، فدي طبعا تكلفة عالية جدا، وممكن بسببها يعني يبقى في بطل حقيقي لكن مش عارف يشارك بسبب عدم وجود القدرة المالية او العباءة المالية بالظبط. فدي حاجة اللي هو يعني يتوفر الدعم، اللي هو الدعم المادي اللي احنا نعرف نسافر بيه. بصراحة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعني هو مش سايبنا وبيحاول اللي هو يسعى لنا. يعني دكتور أشرف طبعا يعني دكتور أشرف صبحي يعني بيتعب معانا في الموضوع ده، وبيحاول يعني يساعد كل الرياضيين في الألعاب الفردية. بس هو الفكرة ان مثلا الألعاب الجماعية مثلا زي كرة القدم برضه هي مثلا ممكن تبقى مسيطرة شوية على واخد السبوت أكتر أو السبوت بالظبط. فده أول حاجة. تانية حاجة يبقى السباح مثلا يبقى مركز، أو اللعبة الفردية مركزة على التارجت، اللي هو التارجت بتاعها ما يبقاش دماغه مشغولة طب أنا ممكن بعدين هيحصل إيه، طب يعني أنا مثلا إيه مش هعرف اللي أنا أكمل حياتي بعد كده، ما هي ممكن دي ما تبقاش مستقبلي، طب أشوف مستقبلي في حتة تانية. تأمين مستقبلك من الآخر يعني مش فكره اللي يكون في انكم او في دخل ليك من ده. ما هو انت برضو تفرغت للرياضه عشان تجيب بطولات وتجيب ميداليات، وفي النهايه يبقى ليك تأمين. يعني دي المشاكل اللي بتواجه يعني تقريبا ممكن بتواجهنا في مصر، وفي حاجات طبعا فيها يعني ممكن يبقى في العالم، بس هم بره بداوا يطوروا الحته دي جامد، اللي هو بقى ما عادش في مشاكل اللي يعتبر في الالعاب الفرديه من الناحيه دي. طيب كل سباح لما نيجي نكلمه عن اي بطولات دايما يقول المانش. انت عديت المانش خلاص الحمد لله وخلصت كابري نابولي الحمد لله. متخيل انك عايز تعمل ايه تاني؟ انا والله يعني حلم حياتي كنت زي ما قعدت سياده رئيس الجمهوريه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، كنت اتكرمت من سياده الرئيس شهر 12 الماضي، ووعدت ان شاء الله اعبر 7 بحور حوالين العالم. الحمد لله خلصت المانش، لسه بقى 6 التانيين ان شاء الله عشان يعني نرفع اسم مصر يعني على جميع يعني في جميع بحور العالم واصعب بحور في العالم يعني. وده هيبقى انجاز يعني للسباحه الطويله، بعد ما السباحه الطويله تقريبا اختفت مده كبيره، بعد ما سمعناش عن يعني بعد الجيل بتاع كابتن عبد اللطيف ابو غيف وكابتن خالد وكابتن عبله خيري، يعني كل دول كانوا اختفوا يعني السباحه الطويله اختفت. فانا حلم حياتي اني ارجع السباحه الطويله للعالم، عشان الناس بره مصر بيسالونا انتوا فين من زمان. يعني كان الناس في ايطاليا بيقول لكابتن خالد مصر لها تاريخ كبير في كابري نابولي، بس انتوا مختفيين بقالكم فتره كبيره جدا. فده طبعا انت اثبتت وبالدليل القاطع ان الالعاب الرياضيه الفرديه في مصر تمرض لكنها سرعان ما تتعافى سريعا. يعني انت بتقول الناس كانت بتسال احنا فين، لا احنا المصريين موجودين وعندنا يعني نماذج مشرفه زي ما انت قلت كابتن عبد اللطيف ابو هيف، زي ما قلت كابتن خالد، كابتن عبله وغيرها واسماء كتير. لكن انا احب اضيف على اللي انت قلتهم كابتن احمد اسامه. شكرا. يعني خلاص انت اصبحت يعني نقدر نقول بدايه التواجد كايقونه في مكان او في لعبه السباحه تحديدا، وان شاء الله كل التوفيق ليك، وان شاء الله احمد هتحقق ذاتك طالما انت عندك تجرد ذات وابتعدت عن الغرور. لان انا دايما بشوف فكره انا عملت دي بتبقى بدايه الاخفاق. ده حقيقه. هو الموضوع مش انا والله خالص، يعني هي اولا ربنا سبحانه وتعالى، عشان انا بتحدى يعني انا بنزل بحر، يعني لا بتحدى طبيعه ربنا، فهي ربنا سبحانه وتعالى اللي يقدر يخليني اغلب الطبيعه دي. ثانيا مجهود يعني كلنا اللي هو سواء انا سواء كابتن خالد سواء حتى والدي ووالدتي، يعني كل ده في كل واحد عامل مجهود كبير جدا. يعني ممكن ما يبقاش هما باينين في الكادر، بس يعني هما يعني في حاجات بتبقى عليهم ضغطه برضو صعبه جدا. احمد ربنا يحفظك. شكرا جدا لحضرتك، كل التوفيق ليك يا رب. كابتن نورتنا وشرفتنا كابتن احمد اسامه، سعداء بوجودك معانا وسعداء بالانجاز اللي انت حققته. احنا عملنا مقابله، فاضل لنا 6 مقابلات بعد كل بحر هتعبره هتيجي وهنتكلم معاك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق ليك يا شكرا جدا.